with you. I can't be sad with you. شفت شنو صار؟ احنا قاعد نصور المصور زوجي عزوز المصور and this for you also. شوف عادك يغمض عيونه وياخذ نحتفل او نسوي شيء هيك اجواء الحب والرومانتيك. انا وزوجي والاولاد حابين هيك نسوي شغلات، نسوي اكتيفيتي، نسوي فعاليات شغلات غريبه راح نسوي جلسه تصوير مع بعض لابسين احمر. ايش رايك احمر؟ انا صراحه ما عندي احمر، جبت الاولاد اشتريت لهم احمر، بس خلينا نشوف اليوم. اليوم كلش حلو، راح نسوي جلسه تصوير، راح نسوي هيك افكار فعاليات انا والاولاد، واكو هدايا بالموضوع. بس هسه راح ناكل. اول شيء كلش ميتين من الجوع فراح ناكل. تعالوا معنا اليوم خلينا نشوف. نزلنا هسه بالبيسمنت، هذا الجزء اللي هنا قد راح نسوي جلسه تصوير. هنا جبنا هذا الاكل من برا، سوشي. شوف شو راح ناكل سوشي اليوم من كراكر. هنا هاي كلها راح بعدين اغيرها واسويها كلها احمر باحمر، بس لان ميتين من الجوع فقلنا خلينا ناكل اول. شوفوا ارسلان قاعد يوزع يا سلام، وبعدين نبلش بالترتيبات والزينه. وهذا السوشي صار جاهز مثل ما تشوفون. خلينا هنا شوفوا من يحب السوشي يرفع ايده. طبعا خلصنا السوشي وهسه البيتزا. وصلنا للحماس، هسه راح نزين ونسوي هذا المكان كله احمر وحركات حلوه. فهاي الاغراض اللي انا جبتها، تعرفون انها جبتها كلها من دولار تري، ما كلفتني هوايه. هاي من دولار تري، هاي من دولار تري، بس هذين اشتريتهم من هوم ديبو. جبت اول شيء هذا للطاوله علشان نغطي الطاوله ويصير كلها لونها احمر. خليني اوريكم، هذه اشتريناها بدولار بس من دولار تري، فهسه راح نخلي فيهم الكاندل. وحرامات انا ما جبت اكثر من اثنين، يعني جبت بس اثنين. وهاي جبنا الورد هنا، الورد لأهل الورد. لا بس ما عاجبني هنا الورد، وين اخليه؟ هنخلي هسه الكاندلز هنا وهنا. وجبنا هاي الصغار، جايبه انا هذا الحجر الابيض وجايبه الورد. خلينا نشوف شلون نخليهم. صراحة اخلي هاي بالقلوب. شوي نشيل منه نخلي هنا. ترى طبعا لان احنا فاتحين الليت فمو مبين، فخليت هنا لايتات. هسه بنطفي اللايت يصير كلش حلو. اللي استخدمته اللي هو هذا، شوف شنو لازق بايدي. هذا هو الليد لايت ب 12 حبه، فراح اخلي هنا واخلي هنا ونشوف يمكن نخلي هنا. شوفوا هاي تجي بهذا الشكل، من تفتحونها تكون يا هيجي اللايت او خفيف. هاي ارسلاني خلاه، خلنا نفتح لنا واحده ثانيه واوريكم. يعني لها ثلاثه تشغلات لما تفتح، يا تكون انها كلش هوايه. شوفوا هاي تجي بهذا الشكل، بعدين تفتحونها تجي اللايت هيجي او خفيف او بدون شيء. احنا نخليه على الخفيف، شنو رايكم؟ هيج حلو، نجرب. خلاص يجي يلا. شوف جبت هاي، ما اعرف كم وحده داخلها، يمكن خمسه. شو راح اسوي؟ هذا مو هو الحبل، هذا بي لايت، هاي مثل ما تشوفونه هيج طويل، فراح اسوي بالنهايه احطهم وحده وحده وراح اعلقهم من الحائط لين تحت للتصوير هنا. خلينا نشوف شكلهم شلون راح يطلع. هذا الوضع حاليا مع ارسلان، وهذا ايوني. ايوني اول واحد قام لبس الملابس اللي اشتريتهم احمر. اوكي طبعا صارت السالفه قبل شوي. المهم هاي احنا هيك شوفوا علقناها، علقت ثلاثه قدام واثنين ورا، وان شاء الله يطلعون حلوات بالتصوير. ما ادري وايد متحمسه للتصوير. جبت هذه اللايتات هاي يمين ويسار، عندي رينج لايت اثنين، واحد صغير واحد كبير. يعني عندي شنو شغلات مال التصوير، انا كل شيء موجود عندي. وخلصت واخيرا ترتيبات الطاوله. جاهزين؟ ليتس جو. Thank you.
الوقت اني راح اغير ملابسي والاولاد كلهم يغيرون ملابسهم ونسوي جلسة التصوير اول شيء، وبعدين نقعد هنا على الطاولة نلعب لعبة ونوزع الهدايا. طبعا لحد الان قاعد ناخذ تصوير فوتوشوت، انا قاعد اصورهم، هذا ايلاني، فما اعرف الصور شو راح تكون. يعني الصراحة ويا الاولاد شيء كلش صعب الواحد يقدر يصور، ما ادري متى راح نقعد وراح نلعب. هيا ايوني، ار يو انجوي ات؟ Yeah. مستمتع بالتصوير؟ yeah. احلى شيء ارسلاني راح شب على روحه ما ادري شنو عصير وخرب الدنيا، وشوف شو لقينا، شيء احمر ولبسناه هي. وهسه مستمرين مع جلسه التصوير، وانا قاعده نصور وقاعده نقول ان شاء الله بلكي تطلع الصور حلوه، لانه ما يقعدون راحه، ما يقعدون. شوف شنو صار، احنا قاعد نصور مصور زوجي عزوز المصور المراية كسر لنا اياها، شوف شنو صار مصور هو قاعد يلتقط يمه، بعدين كان يجي يزن كان تنكسر المراية وجا عيون. ويلكم ماي فاميلي، حياكم الله، حياكم الله بالهالديكوريشن، شنو رايكم فيها؟ It's okay. سوكي ماما، ثانك يو. طبعا طلعت روحنا واحنا قاعد نصور الصور. هسه شنو راح نسوي؟ راح نسوي اللعبه. Which one did you buy? Yes, I buy stuff. وهسه راح نلعب لعبه كلش حلوه، اريد كل واحد منكم يقعد على مكانه بسرعه. يلا ايلان، ارسلان، جاهزين؟ طبعا بابا قاعد يعدل السيتنج هنا مال التصوير. اول شيء خلينا نجيب لكم الكيكه، هاي اول سربرايز. واو يعني هو اليوم احنا هذا اليوم سويناه يوم الحب عشان نعلمكم ان احنا نحبكم هوايه، والحب هو فور ايفريثينج ماما، يو تحبون اخوك، تحب بابا، تحب ماما، نانا بابا ويا ايلاني. اوكي سو شنو معنى الحب؟ الحب معناها يو كير ماما، يو تيك كير، تهتمون. يزن وياي انت؟ So, انت يعني شنو يعني الحب؟ What the meaning of love? You love people. You love people. Okay, and who else you love? Baba. And who? Mama. And Mama. And what else? Ilan. Ilan. Arsalan. وارسلان وأيان. أياني, what the meaning of love? شنو الحب بالنسبة لك؟ You love people, you be good. Mm-hmm. And that's it. We share love. We share, what the meaning of love? Care. Care. Respect. This is the love mean. إذا تبون أحد يحبكم أو أنتم تحبون الناس، تحبون أصدقائكم، تحبون الأهل، لازم شنو تعطون؟ تعطون respect، الاحترام. ثاني شيء تعطون you understand، التفاهم. تفهمون you understand people. Okay mama. And what else? Be kind for each other. And be kind for each other. نكون nice وحلوين مع كل أحد نتعامل وياه. سو الحب للكل، للناس، للكبير، للصغير، للمدرسة، نحب المدرسة، نحب الشغل. Are you with me guys؟ نحب الكيك، نحب البيرثدي، نحب الأكل، هذا كله هو اسمه حب. أوكي سو أول شيء راح أسوي لكم إياه أني راح أوزع عليكم أوراق، جبت لكم هاي الأوراق، كل واحد راح يأخذ ورقة. To make a heart؟ No، راح تكتبون، كل واحد راح ياخذ، بما ان احنا عددنا 6، فكل واحد راح ياخذ يكتب كلمه حق كل شخص فينا. يعني ايان راح تكتب شغله حق بابا، وراح تكتب شغله حقي وحق ارسلان وايلان ويزن. اوكي هسه وعد كتب الاولاد، كتب حق ايان ويزن، اللي يخلص يخلي الورقه مالته هنا وراح نقراها، راح نشوف شنو كتبتوا يا حلوين. طبعا اجيت هنا للمطبخ عشان بس اقول لكم شغله، ان حاله تحت كل صحن لكل شخص عندنا هنا كارت حلو، بس تدرون ان قاعدين يكتبون ويسولفون وكلو كان ولا انتبهوا حق الكارت اللي انا خليته، لانه يمكن لونه احمر والطاله لونها احمر. هسه خلينا نشوف ردة فعلهم بعد ما اقول لهم. ماما
خليني اوريكم اياها. شوفوا ترى هي هون بس ما حد منتبه. اوكي هسه خلينا انا الكاميرا هنا، هذه الاوراق راح اقراهم انا على السريع، وراح اقرا وحده وحده واشوف شنو كتبوا الاولاد النا وشنو كتبنا احنا لهم. وصراحه انا كلش متحمسه، فراح اقفل الاوراق وراح اخلي الكاميرا على وجوههم. خلينا نشوفهم رد فعلهم. الورقه الاولى خط احمر وما تبين. خلينا نشوف. I like Arsalan and Elan for playing with me. To play with me. Okay, good. So hi from Yazan. Thank you, Yazan. نشوف الورقة الثانية ومنو اللي كاتبها. من أيان. أيان شكله كاتب لكل العيلة بورقة واحدة. Anyway, from Ayan. She يقول I love my dad. He is my love. Oh my god. وبعد شنو كاتب؟ I love my mom. She take care of me. Oh thank you Ayan على الكلام الحلو. لعب انا ماي دونت كير يو. لا بس انا ليش تغار اوكي اوكي خليني اسمع الثانيه. اوكي شو يقول؟ My baby Arsalan is so cute. Oh thank you. شنو الكلام الحلو؟ يوميا يعضني. يعني انا نسيت ما ترجمت بس انه شنو قال؟ قال ماي داد از اي لاف ماي داد، هو يحب بابا. بعدين كتب اي لاف ماي مام شي تيك كير اوف مي، يحب ماما لانها هي تهتم بيا. وبعدين كتب ماي بيبي ارسلان از سو كيوت، يعني ارسلاني انه هو وايد حلو. هسه نجي ماي بيبي ايلان هي از شنو؟ هي از فان تو بلاي وذ. اوكي يعني يقول ان ايلان اللي هو هذا طلعنا الموسيقى اليوم انه هو از فان تو بلاي وذ. My brother Yazan is fun to play game with him. انه هو يحب يزن لانه يحب يلعب وياه جيم. So thank you ايان على هالكلام الحلو. Yeah. شو تقول له حق ايان؟ I love you ايان and I love all of you. Thank you. Why room that you have to be in the paper. يا اخي نشوف البيبر. هسه البيبر اجت. سحبت البيبر from وعد to زوزو. يقول لي حبي وحياتي وعمري. شكرا. اوكي from mama to all. انا ما صراحه ما كتبت لكم كل واحد، اني مسويت لكم سبرايز. كتبت لكم شكرا لانكم في حياتي. Thank you because you are in my life. All of you guys. Wait, I wrote all of you and you didn't. Thank you. You are in our life. No, thank you. You are. No. هسه خلاص ما تعازم من هالباكر. يلا هنكمل. To Yazan. From Baba to Yazan. Listen Yazan, شوف شنو بابا قال لك. I love you Yazan. You are the best. أنا أحبك Yazan لأن أنت الأفضل. Baba wrote. Yeah. What are you gonna say for Baba? شو راح تقول بابا؟ From Baba to Ayan. بابا يقول I love you Ayan. You are my hero. أحبك Ayan. أنت البطل مالتي. واو شنو هالكلام الحلو. Oops, this is my secret. توك شفتها. لا رجعوا. Don't open it. In the end. أنا خليتكم ياها من الصبح. خلى مفاجأة حق كل واحد. منو الكتاب؟ To Yazan. I like What you did. Show to Yazan. I like it. From Yazan, you mean? From Yazan, from you. So you say for Ayan. I like what you did. What you did. I wrote nothing. Close your eyes. Okay. Yeah. That airplane is mine. Okay. No. Okay. Close your eyes. Close your eyes. Close. Now this is for you. And Ayan, تعال أيامي تعال. تعال هذه for you is a gift. هم قاعد شغلة ثانية وهاي gift for you. Papa, why you open it? Give me. You like crack it? وخر. أرسلاني close your eyes. No, قاعد. هاي gift for you. Wow, you like it? And this for you also.
شو بعدك يغمض عيونه وياخذ هيك. اليوم احنا صورنا لكم هذا الفيديو بس علشان نوصلكم رساله ان الحب مو شرط يكون لازم يكون بين حبيب وحبيبه. الحب هو لكل شيء بالحياه، للام، للاب، للاخت، للاب، للاطفال، اطفالكم، حبايبكم، جيرانكم، لكل شيء. الحب هو موجود، نعم موجود بالحياه، وبدون الحب الحياه ما راح تستمر. مو شرط الحب هو بس ان الحب شخص، لا، حب المدرسة عشان تنجحون، عشان تستمرون، حب الدراسة، حب النجاح، حب مدرساتكم. فالحب يجي هو نتيجة الاحترام، نتيجة الثقة، نتيجة الاهتمام، هذا كله هو اللي يولد الحب. فهاي الأشياء الثلاثة هي الأساس، هي اللي تولد وتعطينا الحب. أتمنى تكون حياتكم كلها حب وسعادة وفرح، ودائما تفائلوا بالخير تجدوا، دائما حطوا طاقتكم الإيجابية حق كل شيء حلو، وراح يصير حلو بإذن الله، وتتحقق كل أحلامكم ويتحقق كل طموحكم اللي أنتوا تردونه. وهسه خلينا نروح يم العيلة كلها، تعالوا تعالوا تعالوا. وإجا الوقت وإجا يلا كافي تخلص وإجا الوقت إن نسكر هذا الفلوج بكل حب واحترام. نعطيكم كل حبنا واحترام وشكراً لمتابعتكم إلنا، ونشوفكم على خير. آه صحيح، ودونت فورجيت لا تنسونكم تشتركون بالقناة ولايك، وشاركونا هذا الفيديو بين أحبابكم، وإن شاء الله يعم الحب والسعادة بينكم يا رب. نشوفكم على خير.